السيدة رئيسة المجلس التكليمي، السيد رئيس المجلس العلمي المحلي، السادة البرلمانيون، السادة المنتخبون، السادة ومثل الأحزاب السياسية، السادة رجال السلطة، السادة رؤساء المصالح الأمنية، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السادة ومثل وسائل الإعلام وفعالية المجتمع المدني، حضرات السيدة والسادة، يسعدني بداية أن أرحب بكم بمناسبة حفل تنصيب السادة رجال السلطة المحلية الجدد والمعينين حديثا لإقليم الخميساس بعد الحركة الانتقالية التي قامت بها وزارة الداخلية يوم 15/2022 في صفوف رجال السلطة على مستوى الوطني وزارة الداخلية بتاريخ 16/2022 حيث أهمت على مستوى إقليم الخميساس ما مجموعه 25 سلطة أي بنسبة 64%، وذلك من أجل إعطاء دينامية جديدة لإدارة ترابية ومدها بالوسائل البشرية الكفأة والكفيلة بمواصلة الجهود من أجل تجويد عمل إدارة ترابية وجعلها في خدمة المواطنين ومواكبة حاجياتهم ورعاية مصالحهم التي مدت إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجع لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة، وذلك وفق مقاربة شمولية وتشاركية مع الهيئات المنتخبة والمصالح الخارجية للوزارات، خاصة وأن هذه الحركة تأتي في إطار سياق خاص تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تفضل بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وإياه، والداعية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية، كما تأتي هذه الحركة من أجل مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية وجعل المواطن محورا في تقييم أداء رجال السلطة. ومن خلال هذا اللقاء لابد من التذكير بالأدوار التي يتطلع لها رجال السلطة بجميع أصنافها في مجال الإدارة الترابية كممثلين للدولة وللسلطة المركزية على المستوى المحلي في نسق اجتماعيين وسياسيين يختلف حسب اختلاف ظروف ومكان العمل. كما نود التأكيد على التطور الكبير للسادة رجال السلطة في مواكبة الأوراش الاجتماعية وتسريع وتيرة التنمية المستدامة وفق هذه الحكامة الجيدة والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين وحسن استقبالهم والاقتراب من شغالاتهم اليومية ترسيخا لمنهج إدارة القرب والدور المنطقي لها في تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في انسجام تام مع مستهلك الفاعلين والمدخرين والمنتخبين والقطاع الخاص بالمنصب الجمعوي والإدارة المحلية. نرحب بالسادة رجال السلطة الذين التحقوا بنا في إطار هذه الحركة الانتقالية والتهدف إلى إعطاء نفس جديد للإدارة الترابية وإغناء تجربة رجال السلطة عبر إعادة انتشارهم بمختلف المدن والمناطق، مثمنين كذلك مبادرة السادة رجال السلطة الذين قطعوا وصلتهم السنوية للحضور والمشاركة في هذا الحفل. وفي هذا الصدد وتنفيذا لرسالة السيد وزير الداخلية، فقد تم تعيين كل من السيدات خريج بيوتاتين لاستبعاد رجال السلطة حاصل على الدكتوراه في القانون، راكم تجربة مهمة حيث تقلد عدة مهام أهمها رئيس قسم التتبع في مديرية الدراسات والتحاليل في وزارة الداخلية، كاتب عام لعمالة مقاطعة كلا أم السلطان في الدار البيضاء، وكاتب عام لعمالة إقليم الحاج. السيد سعيد الصافي باشا مدينة تيفت. السيد سعيد الصالحي من مواليد 11/1965 بسخيرات، متزوج وأب لثلاث أطفال، حاصل على الإجازة في القانون الخاص، خريج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية 2020، تقلد مهمة قائد قيادة أقصيبة، قائد قيادة اللميمونة في قويطرة، قائد قيادة بن قريش في إقليم تطوان، رئيس دائرة زو بإقليم أزيلان، رئيس دائرة إفني بإقليم سيدي إفني، ثم رئيس دائرة كرو بإقليم سطات. السيد محمد العاشور باشا مدينة الرمانية. السيد محمد العاشور من مواليد 1962 بقص حاج، متزوج وأب لثلاث أطفال، خريج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية أوسترشين، حاصل على الإجازة في العلوم الاقتصادية، تقلد مهمة قائد ملحق باشا طنطان، قائد رئيس ملحق إداري لطنطان، قائد قيادة تنقوب بإقليم الشفشاون، قائد قيادة إسحاق إقليم نفرة، رئيس دائرة إقليم شتوكا إتباها، رئيس دائرة القصيوة الغزاي، وأخيرا رئيس منطقة التشيرة الجهادية لعامة إنزكير إيد ملون. السيد أحمد العطاري رئيس دائرة والمال.
السيد أحمد عطاري من مواليد 1968 بالجريدة، متزوج وأب لثلاث أطفال، حاصل على الإجازة في الحقوق، خريج السبت العادي من معهد الملك لإدارة الترابية 32، تقلد عدة مهام كقائد قائد قيادة عين الشقف بإقليم وليعقوب، قائد قيادة تلتوف بإقليم العرائش، رئيس دائرة بني مطهر بإقليم جرادة، قبل أن يعين رئيسا بالمنطقة الحضرية جامعتنا بعمارة مراكش. السيد منير حليمي، تم ترقيته وتعيينه رئيس دائرة الكميسات. السيد منير حليمي مزدر في 19/5/1977 في سليمان، متزوج وله ثلاث أبناء، حاصل على الدراسة العليا في القانون العام، خريج السبت العادي من معهد الملك لإدارة الترابية 42، راكم بدوره تجربة مهمة في إدارة الترابية من خلال اشتغاله كقائد قيادة سيدي عمر الهادي بإقليم قصر بإقليم قصر، قيادة سيدي حرازم بعمارة فاس، قائد قيادة الكراكا، ورئيس دائرة الصويرة الجنية بإقليم الصويرة. السيد محمد أمين كلابي، قائد قيادة مسار رائد جديد. السيد محمد أمين الفلالي مزدد في القانون الخاص، خريج معهد الملك لإدارة الترابية 42، كان يشغل مهام قائد الملحقة الإدارية الأولى بإقليم برشيد وإقليم أزيلان. السيد معاذ مني، قائد قياس مشروع. السيد معاذ مني مزدد في 16/5/1986 بسونات، متزوج وله ابن، خريج السبت العادي من معهد الملك لإدارة الترابية 52، حاصل على دبلوم الماستر، تقلد منصب نائب رئيس قسم الشؤون الداخليه وقائد سياده الغدة بشرين فرو وقائد ملحق اداري باقليم السرزاج. السيد رشيد الشرقي، قائد قياده سياده الحلاوي. السيد رشيد الشرقي مزداد مزداد في 22/1976 بالرباط، متزوج وله ثلاث ابناء، حاصل على دبلوم دراسه معمق في القانون، خريج 44، اشتغل كقائد قيادة الكنتور بإقليم يوسفية، قائد قيادة بني كميل بإقليم الحسينة، قائد بالمصالح المركزي بوزارة الداخلية، قائد قيادة مولي وعزة عمالة نفرا، قائد ملحقة إدارية بعمل وجدة أنجاد، وقائد ملحقة إدارية بباشر الدين بإقليم العيون. السيد يوسف الفاطمي، قائد قيادة أيتوريك. السيد يوسف الفاطمي من مواليد مواليد 1949، اشتغل كقائد قيادة بوحمام إقليم سيد النور، وأخيرا قائد قيادة فيفي إقليم شفشاون. السيد عبد الرحيم بن عالية، قائد قيادة جدال. السيد عبد الرحيم بن عالية مزداد في 21/2/1962 جوازم، متزوج وأب لابنين، حاصل على دبلوم محرر إداري، اكتسب تجربة وخبرة كبيرتين بإدارة منذ 1984، وكذا بسلك رجال السلطة من خلال عمارة المساسيس قريبلا، خليفة قائد الشؤون الداخلية، خليفة قائد وكالة الملحقة الإدارية باشا ودوارزون، خليفة قائد جماعتي عين قشر والتشرف بإقليم قريبلا، ثم قائد قيادة بني سمير بإقليم قريبلا. السيد عصام التوزاني، قائد قيادة ايتيكو. السيد عصام التوزاني مزدد في 19/2/1984 بالرباط، عاجل، حاصل على الماستر في القانون العام، خريج من معهد الملك إدارة الترابية 1942، اشتغل كقائد قيادة مطران بإقليم قرميل. السيد عبد الرحمن مفتاح، قائد قيادة براسوة. السيد عبد الرحمن مفتاح من مواليد 22 يناير 1982 بوجدة، عازل، خريج معهد الملك إدارة الترابية 42، حاصل على دبلوم دراسة معمقة في المنازعات القانونية، شغل مهام قائد ملحق إداري بعمالة مقاطعة الحي الحسني، وبعدها إقليم فيقيك. السيد جهاد مطلب، قائد قيادة ولمان. السيد جهاد المطلب من مواليد 16/1982 بالدقلة، عازب، خريج المعهد قيادة سيد عبد الرزاق. السيد خالد هتوت مزدر في 10/6/1976 بميدلز،
عزيز حاصل على الإجازة بالقانون الخاص اللغة الفرنسية، خريج معهد الملك إدارة الفرامية 1940، تقلد مهام قائد قياس أمريكي بإقليم الحوش وقائد قيادة تكموت بإقليم طاطا. السيد محمد كليل قائد قيادة عين دورات في بقرقاش. السيد محمد كليل مزداد في 1 فبراير 1982 بسفرو، عالم علوم الصبية، خريج معهد الملك إدارة الفرامية 1950، تقلد مهمة قائد ملحق إدارة بإقليم بنزير وقائد قيادة أمن الله بإقليم الرشيدية. السيد عبد الكريم بابايا قائد قيادة تنظيم الإقليم. السيد عبد الكريم بابايا مزداد في 16/9/1967 لبنان، متزوج وله 3 أبناء، حاصل على الإجازة باللغة الإنجليزية، تقلد مهام قائد رئيس ملحق إدارة بإقليم طنطا. السيد محمد وكاف مزداد في 25/1982 في الدار البيضاء، متزوج وأبو لطفلين، حاصل على شهادة إجازة في العلوم ودبلوم درجة عليا في العلوم الرياضية، خريج المعهد الملكي لإدارة الترابية 45، تقلد مهام قائد قيادة غزوت دائرة تقارير الأطلسية، قائد مكلف بالملحق الإداري الرابع في عمل تونس، قائد مكلف بالملحق الإداري 16 في عمل تونس، وقائد قيادة أمسكور دائرة تقارير الأحواز. السيد عبد الرحيم كريمة قائد رئيس ملحق الإداري الأول في مدينة ميسر. السيد عبد الرحيم كريمة مزداد بتاريخ 2/3/1981 في الدار البيضاء، متزوج وأبو لطفل، حاصل على شهادة إجازة في القانون الدولي، خريج المعهد الملكي لإدارة الترابية 1949، تقلد مهام قائد قيادة سوق سميس بإقليم بورزازات، قائد ملحق إداري بإقليم برشيد، قائد ملحق إداري بشوة وجدة، ثم قائد نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية لعملة وجدة أنقاد. السيد عبد المجيد مولر كوبا قائد رئيس ملحق إداري السيد عبد المجيد مزداد في 27/1962 في الرباط، متزوج وأبو لثلاث أطفال، حاصل على شهادة إجازة في العلوم الاقتصادية، خريج المعهد الملكي لإدارة الترابية 1930، تقلد مهام قائد بالشؤون الداخلية بولاية طنجة أصيلة، قائد رئيس ملحق إداري بالدائرة الحضرية 5 بولاية كذا طنجة، قائد ملحق الإداري 23 لعمالة طنجة أصيلة، قائد ملحق الإدارية الرحمن لعمالة مقاطعة 8 رشيد، وقائد رئيس ملحق الإدارية دار الخميس، وأخيرا قائد قيادة عين صفا لعمالة وجدة أنقل. كاميلي قائد رئيس ملحق الإدارية الرحمن لعمالة يناير 1992 لبني ملال عازفة، حاصل على الإجازة في القانون العام وقد دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون، خريجة المعهد الملكي لإدارة الترابية 1949، تقلدت مهام قائد رئيسة الملحق الإداري لعمالة أكادير، قائد رئيسة الملحق الإداري السلام جوج، وقائد رئيسة الملحق الإداري الجديد الحديقة، قائد ملحق بالكتابة العامة لعمالة مقاطعة البرنوسي، وقائد رئيسة الملحقة الإدارية الثانية بنت أبي رجعت في إقليم طنجة. السيدة إيمان ممد قائدة رئيسة الملحقة الإدارية الرابعة بنت أبي رجعت. السيدة إيمان مزدادة في 14/2/1984 في لبنان، متزوجة وأم لطفل، حاصلة على شهادة ماستر في العلوم الاقتصادية، خريجة المعهد الملكي لإدارة الترابية 1949، تقلدت مهام قائد المنتخب الحضري الثالث المدينة، وقائد رئيسة الملحقة الإدارية جوج لبشر الخير والصالح. السيد عبد الرحمن الحرير قائد رئيس الملحقة الإدارية الثانية لمدينة سيسر. السيد عبد الرحمن الحريري مزداد في 3/1/1964 في سيسر، متزوج وأبو لطفلين، حاصل على شهادة إجازة في العلوم الاقتصادية، خريج معهد الملك إدارة الترابية. السيخ الخاص للفوج السادس، تقلد مهام قائد ملحقة الإدارية 1947 لعمالة مقاطعة عين 7 الحي المحمدي، قائد الكتابة العامة لعمالة مقاطعة عين 7 الحي المحمدي، قائد ملحق إدارة إقليم كليبا، قائد ملحق إدارة إقليم الزيلان، وبعدها قائد ملحق إدارة شوية سوق الأربعاء. السيد كريم الغماري قائد كأس حليفة. السيد كريم غماري مزداد ب 6 مارس 1990 بفاس، متزوج وأبو لطفلين،
حاصل على الإجازة في العلوم الاقتصادية وماستر في التدبير الدولي وخبير بوست سوق الدين في المعهد الملكي للإدارة الترابية. السيد جلال باغوري قائد قيادة مريض الأقدار. السيد جلال مزداد في 22 غشت 1996 في مولي يعقوب، متزوج وأب لطفل، حاصل على شهادة إجازة في العلوم في علوم التسيير والماستر في البنك والأسواق الدولية وخريج الفوز سوق الزين بالمعهد الملكي لإدارة الترابية.